دلوقتي حضراتكم زي ما اتكلمنا بعد ما رجعنا هناخد النهارده وضعيه التان ساو وهناخد بعض الوضعيات القتاليه الاخرى. تمام، كنا اخر حاجه بعد ما ضربنا الحلقه اللي فاتت البنشات، تمام، وقفنا بعد ما سحبنا ايدينا تاني ووصلنا الجزئيه دي، واقف وضعيه الجي كيم يينج ما او وضعيه المثلث، ايديك الاثنين بالشكل ده كده، هتفتح ايدك كده وضعيه التان ساو، تفتح كف ايدك وبتخش بزاويه من السنتر لاين، يعني مش بتخش كده على طول ولا كده، لا تخش كده من السنتر لاين، تخش بايديك بالشكل ده كده، تمام، اهو تاني واقف الوضعيه، واقف بالشكل ده كده، بتفتح ايديك بتخش من السنتر لاين، تخش بالشكل ده كده وهتلف ايديك. الحركه دي ممكن تاخدها على 3 مرات، تمام. اول حاجه بتطلع تنساو، وبعد كده هتعمل دوران الصوابع، ممكن تعملهم مفتوحين بالشكل ده كده او مضمومين، الافضل مضمومين عشان تبقى اقوى، لكن في القتال مش هتفرق، تمام. تاني وضعيه التنساو من السنتر لاين، هتعمل دوران للصوابع زي ما خدنا في الحلقات اللي فاتت كده اهو. الوضعيه دي اسمها هيون ساو، هيون ساو. تاني تان ساو، هيون ساو. وانت بتلف كده، لما تلف كف ايدك وترجع كده، حركه كف الايد دي اسمها وو ساو، تمام. تاني اهو هنقسمها على 3، المفروض بتيجي مره واحده، تان ساو، هيون ساو، وو ساو، بس احنا بناخدها على 3 مرات عشان ما تتلخبطش فيها، وكل واحده ليها اسم، تمام. تان ساو، هيون ساو، وو ساو، تمام. تاني اهو هاجي بالشكل ده كده، خليك انت زي ما انت، تمام. طالع تان ساو اهو من السنتر لاين، هعمل هيون ساو اهو، واطلع وو ساو من الوضعيه دي كده، تمام. وانا واقف وضعيه الوو ساو، تمام، زي ما قلنا كده، وانت واقف وضعيه الوو ساو بتسحبها بس ما تلزقهاش في صدرك، يعني بتكون قريبه بالجزئيه دي كده، تمام. الحركه اللي جايه بقى هنكررها 3 مرات، هتعمل 3 صوابع مقفولين، والصبعين دول مع بعض بالشكل ده كده، زي وضعيه المانتس، زي اسلوب المانتس بالظبط، 3 صوابع والصبعين دول مع بعض كده، وبتزق للخارج. الوضعيه دي اسمها فوك ساو، تمام. اهو هنكررها 3 مرات، تمام. رجعنا وضعيه الوو ساو، هتقفل 3 صوابع والصبعين دول زي ما هم كده اهو. تاني واقف في وضعيه الوو ساو، تقفل 3 صوابع والصبعين دول بالشكل ده كده، وبرزغ ايدك بظهر القبضه بتزق للامام كده، مش للاخر، لا بتزق كده بالراحه، كانك بتمارس تدريبات التامل والهدوء، تمام. تاني اهو وضعيه الوو ساو، هتضم 3 صوابع وتدفع للخارج، تمام، اهو فوق ساو، وهتقوم راجع تاني وو ساو، وترجع نفس المكان، هتضم 3 صوابع فوق ساو وو ساو كده، تاني مرة تعمل التالتة فوك ساو وو ساو، تمام. بتكررها 3 مرات. نيجي من الزاوية دي كده اهو، كنت واقف وو ساو، هتضم 3 صوابع وايدك التانية في جنبك اهو، فوك ساو وو ساو، فوك ساو وو ساو، فوك ساو وو ساو، تمام. كده خلصنا 3 مرات الفوك ساو. هتعمل بقى الوضعية اللي جاية دي سهلة، اسمها باك ساو، تمام. ايديك وانت واقف بالشكل ده كده، بعد ما خلصت التلاتة فوق ساو ورجعت وو ساو، او ما بترجع هنا تضرب ضربة اسمها باك ساو اهو بالشكل ده كده، ما بتخرجش بره خالص، حدود كتفك هو اخرك، يعني كده اهو تدفع حاجة للخارج بالشكل ده كده اهو، تمام، اهو تمام. دي اسمها باك ساو، وضعية الباك ساو، تمام. بعد ما بتضرب اهو، نيجي من الزاوية دي كده اهو، وضعية الباك ساو اهو، تمام تمام. الوضعيه اللي جايه بقى بعد ما ضربنا وضعيه الباك ساو اهو، ايديك كده ضربت وضعيه الباك ساو، هترجع تاني السنتر لاين، هتضرب بالم سترايك اهو للامام، دفع الدراع كده بقوه كانك بتدفع حاجه، باك ساو بالم سترايك، هتقوم فاتح ايدك تاني وضعيه التان ساو، تاني اهو ضربت بالم سترايك، هتقوم نعمل دوران كده راجع تاني تان ساو، وهتقوم لافف الدوران اللي خدناه في الحلقات اللي فاتت، وقافل القبضه وراجع تاني، تمام. كل اللي عملته في ايدك دي هتعمله في ايدك التانيه، تمام. اهو هنبدا بقى نفس اللي عملناه في الشمال هنعمله في اليمين. واقف الوضعيه المثلث، هتفتح ايدك تان ساو، هتخش من الداخل بالشكل ده كده تان ساو، هتقوم عامل هيون ساو اهو وو ساو، هتقوم راجع للخلف، هتقفل 3 صوابع والصبعين دول مع بعض فوق ساو وو ساو،
فوق ساو وساو فوق ساو وساو كده الثلاث مرات. هتضرب ضربه باك ساو اهو باك ساو بالم سترايك. هتفتح تان ساو هتقوم عامل الدوران بتاع قفل القبضه وراجع تاني نفس الوضعيه اللي بدات بيها. تمام، اخر مره هنعمل الحركه من الزاويه دي وبعد كده تكون خلصت الحلقه. تمام، واقف الوضعيه دي وداي الاثنين بالشكل ده كده. هعمل تان ساو هيون ساو وو ساو. هنرجع تاني هنقوم طالعين فوق ساو وو ساو فوق ساو وو ساو فوق ساو وو ساو باك ساو بالم سترايك تان ساو هيون ساو. ضم القبضة وارجع تاني، الدراع التاني تخش وراه على طول. تان ساو هيون ساو وو ساو. ترجع فوك ساو وو ساو فوك ساو وو ساو فوك ساو وو ساو باك ساو بالم سترايك تان ساو هيون ساو. قفل القبضة وارجع تاني. تمام، طبعا كده احنا خلصنا السكشن بتاع النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل في بقيه الفورم بتاع السيوني بتاعه. تمام، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك وشير للفيديو. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.